سمتك قول لي ليه؟ انت راجل محترم، انت راجل بتمثل مصر، انت بتمثل حضارة فرعونية، انت فرعون مصري بتجري لحد امير السعودية ابن ملك السعودية عشان تجيبه من الطيارة من فوق يا راجل يا واطي، وبتقعد تزعق لنا وتقول لنا اللي يجي ناحية مصر هنعمل فيه مش عارفة ايه. انا راجل، انا شريف. طب يا راجل يا شريف يا راجل يا اللي بتزعق للمصريين. انا عايز اسمعك شتيمه بس يا ريس، هطلع محترم عشان اقول لي خليك محترم، بلاش تغلط، انا مش هغلط والله علشانكم مش هغلط، بس انا راضي ذمتكم. ينفع راجل كبير ومحترم واكبر مني يقف على السلم مستنى واحد بجلابيه وبعجال عشان يديله قرشين؟ ده راجل؟ ده يبقى راجل اللي بيمد ايده للي يسوى اللي ما يسواش؟ ده يبقى راجل اللي بيستنى حسنه من محمد بن راشد؟ ده يبقى راجل؟ انت راجل؟ انت شايف نفسك انك راجل؟ بتزعل المصريين يا جزمة يا جزمة، وتقف قدام الخلايجة زي القطة، بتقعد قدام ترامب زي النسمة محدش بيسمع لك صوت، وموط وشك و... يس انا بحترمك قوي يس يس، وتيجي عندنا احنا يا اخويا واللي يجي ناحيه مصر انا هروقه واشيله من على وش الارض. يا جدع يا جدع، ده احنا مصريين يا جدع وصيه، بتمثل علينا عامل علينا راجل، وانت قدام الخلايجه زي القطه بتشحت من الكويت ومن السعوديه ومن ده، انت ما سبتش بلد الا ما شحت منها، الا ما فضحتنا، خليتنا كل المصريين شحاتين، وتيجي بتكلمنا على دار الدولة يا فاشل. انت طالع يوم الجمعة، احنا 3 دقايق عشان مش عايز اطول عشان اعرف ابعت للناس الفيديو، اصل الناس هم اللي بيساعدوني في نشر الفيديوهات بتاعتي، ما انت بقى التال قتلة قاعد بتشيل فيديوهاتي وكل ما انزل حاجة تشيلها وتعمل لي بلوج، ده مش عارف اعمل معاك ايه، بس ربنا